في اليومين 3 اللي فاتوا تم إغلاق مجموعة كبيرة جدا من القنوات المهتمة بالفيديوهات القصيرة، والسبب هوضحهولك. في يوم من الأيام لقيت أسماء بتكلمني: يا متوحد، أنا في واحد كلمني على الانستجرام بيقولي إن أنا أحط روابط عندي في التعليقات وفي الوصف، الروابط دي أنا هاخد منها فلوس على كل نقرة. قلت لها: بلاش بلاش تعملي الموضوع ده لأنه مخالف إلى سياسات اليوتيوب. وبالفعل الفترة اللي فاتت تم إغلاق مجموعة كبيرة جدا من القنوات اللي بتعمل الموضوع ده. موضوع ايه يا متوحد؟ يا فكرة هتفهم معايا وتعالى وبص اليوتيوب بيقول ايه. بيقول لحضرتك: معنى هذه السياسات بالنسبة اليك، لا تنشر على اليوتيوب اي محتوى يندرج ضمن اي من الفئات التالية. انا هاخد الجزئية الاولى دي. الجزئية الاولى دي عبارة عن الفيديوهات غير المرغوب فيها، محتوى تتم مشاركته بشكل مفرط او متكرر ولا يستهدف جمهور محدد، وتنطبق عليه من النقاط التالية: رقم 1، يعد المشاهدين بمحتوى معين ولكن يوجههم الى موقع خارجي. يعني اسماء تعمل الفيديو وتسيب لحضرتك رابط في الوصف تقولك روح نزل تطبيق، التطبيق ده من خلاله حضرتك هتكسب فلوس، او هيبدأ يوهمك بنقرات او مشاهدات او زيارات الى خارج موقع اليوتيوب من خلال تقديم وعود للمشاهدون انهم هيجنوا ارباح، روح بسرعة نزل من الرابط ده الفيديو او نزل اللعبة هتكسب فلوس رهيبة وانت كده كمنشئ محتوى، يعني كاسماء بتعملوا الفيديو القصير او بتعمل الفيديو القصير وتحط رابط خارجي في التعليقات او في الوصف، قد يؤدي ان يكون الفيديو بتاعك من الفيديوهات غير المرغوب فيها اللي بينقل الجمهور الى مواقع تنشر برامج ضارة او تحاول جمع معلومات شخصية او الى موقع اخر لها تأثير سلبي. علشان كده الاشخاص اللي بيعملوا من الفيديوهات القصيرة سبوبة ونقرات غير شرعية على ادسنس والمدونات وغيره وغيره وغيره. كل الكلام ده اتكشف الفترة الاخيرة، والموضوع ده بتتكلم عليه قنوات كبيرة جدا في المحتوى. يقوم اليوتيوب بحذف الالاف من القنوات المهتمة بالفيديوهات القصيرة. ليه بقى؟ بسبب السياسة دي. يبقى بعد اذن حضرتك، لو انت بتقدم او مهتم بانشاء قناة للفيديوهات القصيرة، حاول على قد ما تقدر انك تستغلها، ولكن في جزئية محددة فقط لا غير. ايه هي الجزئية اللي حضرتك تعملها؟ ان حضرتك تحاول على قد ما تقدر انك تربط بين الفيديو القصير اللي في القناة الشورتز وبين فيديوهاتك الاساسية في قناتك الاساسية. وده اللي بنحاول نعمله في العراب. يعني لو جينا بصينا مع بعض على العراب، احنا نشرنا الفيديو ده من 40 دقيقة. لو جيت بصيت معايا بقى وركزت معايا وشفت مصادر الزيارات في الفيديو الاخير، الفيديو الاخير اللي احنا جايبينه في العراب، ثواني في العراب الفيديو الاخير، ثواني بس هفتحه معاك دلوقتي، وشفنا مصادر الزيارات في اخر 60 دقيقة، هنلاقي 17 مشاهدة من ميزات اليوتيوب الاخرى او مباشرة وغير مباشرة، ودي خاصة بالفيديوهات القصيرة. فانا انصحك بالاتي: ان حضرتك لو عايز تهتم بالفيديوهات القصيرة اهتم بيها كترويج لقناتك الاساسية
وقناة خاصة بالفيديوهات القصيرة لوحدها. ما تتوهش مني، ما تتوهش مني. يعني احنا عندنا في العراب قناتين اهو، عندنا قناتين، قناة مهتمة بالفيديوهات القصيرة وقناة مهتمة بالفيديوهات الطويلة. ادي القناة المهتمة بالفيديوهات الطويلة، وادي القناة المهتمة بالفيديوهات القصيرة. ادي واحدة اهي والتانية اهي، ودي بتساعد دي، فهمنا؟ لكن حضرتك تستخدمها بطريقة تانية علشان تجيب زيارات لمواقع غير شرعية وتبدأ تقول انا مالي انا حقق ربح، انت كده بتظلم نفسك يا صديقي، لان ده كله في الاخر سيتم اغلاقه. وحتوحشنا، وحيوحشنا ايامك اللي قضيتها على اليوتيوب، وحيوحشنا وقتك وانترنتك ومجهودك اللي بيضيع على الفاضي. سياسات اليوتيوب واضحة، ما تحاولش بعد اذن حضرتك انك تتخطاها، لان في الاخر انت الخاسر الاول والاخير. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب. لو ما عملتش لايك اتمنى انك تعمل لايك واشتراك والكومنت الايجابي. هسيب لحضرتك فيديو بيتكلم عن كيفية كتابة الوصف والعنوان بطريقة ممتازة، وموقع اسطوري من خلاله تقدر تشتغل عليه علشان تزود مشاهداتك. الفيديو هنا، شكرا.